كلنا بنخاف من التقدم بالعمر وهذا الشيء لابد منه، ولكن في مرحلة بتخوف لسه أكثر هي الكبر بحد ذاته والتقاعد. كلنا لاحظنا على أبائنا وأمهاتنا أنه يلي تقاعدوا كيف تحولت حياتهم لأيام مليانة بالاكتئاب، وأحياناً بيمضى شهور كثيرة دون إدراك أنهم خلصوا وهلأ صار لازم يقعدوا بالبيت. يعني نحن بنضل كل الوقت إمتى حنخلص شغل، ووقت منخلص شغل بنصير بدنا نشتغل ومنصير منمل، وليش نحن قاعدين بالبيت؟ وكثير هيك بنحسها كبيرة علينا. تماماً يا رغد، فعلاً. وهاللحظة يمكن بياكلوا همهم لما بيكونوا عم يشتغلوا، ومجرد التفكير فيها بيأثر على صحتهم النفسية. كيف بعد ما يتقاعدوا وتصير فعلاً هي اللحظة؟ لهيك اليوم ضمن فقرتنا حنحكي عن اكتئاب ما بعد التقاعد وشو تأثيره على الصحة النفسية. تفاصيل أكثر حنتعرف عليها مع ضيفتنا بالاستديو مستشارة الأسرية نائلة الخضراء. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. بداية، موضوع التقاعد بيختلف يمكن من مجتمع لمجتمع. خلينا نقول بمجتمعنا نحن قديش بلاقوها كبيرة عليهم الأشخاص. يعني بمجتمعات برا بتلاقيه عم يخطط وقت يتقاعد لوين بده يسافر، لوين بده يروح، لوين بده يطلع، وكيف بده يستمتع بالحياة هذا اليوم. طبعا. وبتلاقيه مأمن على حاله صحيا وجسديا ومظبط كل أموره. فهي الفكرة بالمجتمع ككل، ولا في مشكلة نحن عنا بالتحديد إنه لا عنا مشكلة مع التقاعد بحد نفسه؟ هلا إذا بدنا نقارن القصة مقارنة بين أوروبا وهون، بأوروبا عادة بيبقى في عندهم التأمين الطبي، التأمين الصحي والراتب اللي بكفيهم، فمشان هيك بيقدروا يستمتعوا بهي المرحلة لأنه الأمان المادي موجود. اما نحن بنخاف على موضوع الامان المادي، وحتى اذا الواحد هيك مصمد له قرشين طب بركي ما كفوا، بركي اجاني مرضى، هي شغله. الشغله الثانيه هن ما كثير بيعني لهم الالقاب، نحن تبع المدير، مدير المدرسه، الرتب مثلا، الدكتور. تمام. اي فبخاف يفقد قيمته لانه هو عم يستمد قيمته من المسمى الوظيفي اللي عاطيه قيمه اجتماعيه. اضافه لانه بحس انه كل اهل بيته بيكونوا عم بيحترموه. هلا اجى بابا او هلا اجى جوزي، الزوجه بتقول انه هلا يعني نحن بنرحب فيه وبنعتني فيه لانه هو اللي جايب لنا اغراض، هو اللي عم يشتغل ويصرف علينا. فبيخاف حتى من هي الصوره انه انا بكره اذا قعدت بتصير ختيار بطفي الاضويه والى اخره، من هي النكت المهضومه اللي بنقعد بنسمعها عن المتقدمين بالعمر. اي بس يعني هي بتكمل المخاوف هون عند هدول، اضافه اللي هو شيء اساسي حاليا وببلدنا موضوع الامان المادي. يعني صارت البيوت بحاجه لنفقات اعلى من السابق، يعني صار في العلاج الطبي، الادويه الى اخره. بتعرفي مع تقدم العمر الواحد بحاجه لهذا الموضوع 100%. تماما فعلا. يعني البعض بيعتبر انه التقاعد شيء مفيد كثير وخلص انا ببلش بعمل خطط ومشاريع بعد التقاعد، وناس ثانيه بتقلك فعلا لا مؤذي هذا الحكي. خلينا نحكي عن الحاله النفسيه لهذا الموضوع بعيدا عن الاسباب الخارجيه. هلا الحاله النفسيه نحن بس بدنا نعترف باعتراف الشغله انه نحن لما بننتقل من مرحله لمرحله بنكتئب. يعني ما بنصدق امتى نخلص من المدرسه وبنضلنا بنتأفف من المدرسه لنفوت على الجامعه، بس بنفوت على الجامعه الله ايام المدرسه ونروح بنزور المدرسه وبنزور معلمينا والموجه اللي كان يعطينا طياره ونحن فايتين على الصف. بعدين بس نخلص من الجامعة ونحن متأفئفين ومصدقين إمتى نفوت بسوق العمل، وفتنا يمكن حكينا من فترة أزمة ربع العمر وأنه بفوت بهي الاكتئاب، كان قبله اكتئاب المراهقة وإلى آخره. يعني دائما كل مرحلة بالحياة لها اكتئاب معين. تمام. إلى أزماتها ونفوت بقى بسوق العمل ومنتزمر من العمل، اف مديري عمل، اف الشغل، اف الاف والاف. بعدين لما بنجي بنتقاعد كمان برضه بنقول اف ومنتذكر ايام العمل. في شغله نحن بنقولها، نحن عاده لما بنكون محضرين لامتحان، محضرين لطلعه، محضرين لاي شيء ومحضرين كثير منيح، ما بنصدق امتى تجي هي المرحله، بس اللي مو محضر لها منيح بخاف منها، او اللي بعدين فجاه بيتفاجئ فيها، طب ما انت ليش تفاجأت؟ هي اوريدي جايه جايه يعني. فالمساله مساله تحضير. صحيح. بس حكيتي شيء كثير مهم عن الاسره، انه كيف الاسره بتنظر للمتقاعد لما بيوصل على البيت، لما بيرجع على البيت. فاليوم هل الاسره تلعب دور بانه يتجاوز هي المرحله بسهوله؟ طبعا بتلعب دور. هلا كمان بتلعب دور، بس بصراحه يعني وما يزعل مني الشخص اللي عم يتقاعد، انت كيف كانت مسيرتك مع هالعيله؟ يعني انت كنت تجي من الشغل تنكد عليهم وانا عم بتعب وانا عم بشتغل وانا عم ساوي وتعطي اوردرات وهف
وبلش جو النكد، فات جو النكد، ولا انت كنت تفوت هذا الحنون اللطيف الحباب اللي ما يصدقوا ايمتى تجي لحتى تبلش المواضيع والقصص؟ يعني برجع من الموضوع له، هو كيف كان معهم؟ يا قعدته حلوه بالبيت وبينطروها انتظار، يا اما قعدته صعبه. واذا كان بين البينين، يعني هو منفق جيد لكن اخلاقه صعبه وهن مقدرين انفاقه الجيد. انا بعرف في شباب اشتروا لابوهم سياره اول ما تقاعد وخلوه يشتغل مكتب تاكسي، فانه بيتسلى مشان يضل يحس حاله انه هو عم يقدم، وبيروح من وش امهم يعني هذا النكد تبعه. وقد هو بيضل يعني لما بركب معه بيضل بيرضى عليهم وبيقول لي الله يرضى عليهم وما بعرف شو عملوا لي ساووا لي، وانا حاسس بقيمتي اني بعدني عم اشتغل. تماما. يعني حكينا عن الشخص المتقاعد، خلينا شوي نحكي عن الاشخاص يلي حواليه، كيف ممكن نتعامل معه بطريقه فعلا هو ما يحس انه خلص انا قعدت بالبيت، انا صار وقتي اطول، انا بلشت ضايقهم بالبيت، ما لهم متعودين اصلا على وجودي. هلا هو بصراحه فعليا هن لازم يوعوه، اذا هو ما كان عنده هذا الوعي. نحن ما بدنا نقعد نعطي تعليمات وننظر ودير ظهري وامشي والناس تقلب التلفزيون وتسب علينا. نحن بدنا نغير مفهوم كلمة تقاعد. انت ما تقاعدت كونك كأب او كجد او كمثلا شخص بيرعى الحديقة اللي قدام بيته، او انت تقاعدت بس من مهنة. فرانسوا ميتيران بأول الثمانينات خفض سن التقاعد للستين، وعمل وزارة اسمها وزارة وقت الفراغ مشان هدول المتقاعدين يستمتعوا بوقتهم. ليه؟ لأنه اكتشف أنه هذا العمر، وعلى فكرة هذا الشيء اللي دعمه إضافة لهي أنه عاش 12 سنة يعني عم يحكم فرنسا، يعني لأنه كتير كان يدعم الحياة الإنسانية البشرية. نرجع لموضوع الأهل، لما هن بيفهموا أنه هي مرحلة الاستمتاع، مرحلة أنك عم تقطف عم تجني، أولادك تخرجوا عم يشتغلوا، حتى لما أولادنا بيعطونا فهذا الشيء كتير حلو، دليل أنه نحن ربينا صح وحطيناهم على الطريق الصح. صحيح. هي ما انتهت، انت ما انتهت كأب توجه، ما انتهت كجد تدلل، ما انتهت كزوج تعتني بزوجتك. يمكن ما كنت فاضي تخلق اجواء رومانسيه وتحطوا فيروز وتشربوا قهوه سوا، هلا صار فيك تقدر تعمل هذا الشيء. في كثير نشاطات نقدر نعملها كان الشغل مانعنا انه نعملها، انه نلتقي مع رفقاتنا، نلعب شده، نطلع، كان دائما ما في وقت. نحن هلا بهذا العمر دائما ما في وقت. صح. فهذا الوقت له صار ملكه، مو ليعطي فيه للشغل ولاولاده ولعائلته. 100%. بس دائما في استثناءات، يعني في اشخاص نادرين بيكونوا عم يستمتعوا بهي المرحله، لا وحاطين مخطط مثل ما حكينا ببدايه الفقره انه انا بفتره التقاعد بدي اعمل كذا وكذا وكذا، وبيكونوا مرتبين اوراقهم وجاهزين وحتى بتلاقيهم مشغولين كل الوقت بهي الفتره بقصص مفيده لإلهم وللمجتمع وللاخرين. فهدول الاشخاص كيف بنقدر نتعلم منهم؟ يعني كيف الواحد بيقدر يوصل لهي المرحله نفسيه؟ هلا هدول الاشخاص بصريين عاده دائما بيخططوا للمرحله الجايه، ما بيعيشوا لحظه الان بس، لا بل هن بيخططوا للمرحله الجايه. شو يعني؟ واحد بيعرف سوسته الشغل وتطليع المصاري مثلا. نعم. فبتلاقي ببلش ياسس لبزنس خاص له بعد التقاعد، بيحب القرايه ان شاء الله، يفتح مكتبه بيع كتب وبقعد بقرا هالكتب كلها اللي موجوده عندي بالمكتبه، او مثلا بيحب الهدايا فبيفتح محل كادويات وكيف بيلفها وبصير بينصح الزباين كيف بتنهدى. يعني كل انسان بدور على هوايته وبيحاول يحضر، تلاقيه شاري المحل ومسكره من السماء، يعني هو ما تقاعد بس محضره مثلا. بتبلش تحضر لهي المرحله من خلال هواياتها لحتى تستمتع فيها. هدول الاشخاص هن الناس ايجابيين، عرفوا انه شو المرحله، ما انصدموا فيها للمرحله. انا عارفان بقيان لي مثلا 10 سنين انا شو بدي اسس للمرحله الجايه. شفت يعني بيفترض هو حدا تعلم من ابوه من جده. نحن احيانا نتعلم من اخطاء غيرنا احسن اكثر ما نتعلم من حسنات. والله برافو عليه بس شاطرين، يعني نقول يلا والله برافو عليه. بحس الشخص اللي بيتعلم من اخطاء غيره هو شخص نادر، لانه نحن يعني من الاشخاص اللي بنحب نجرب، بنحب مثل ما بيقولوا بالعاميه اضرب علم بالحيط وارجع. طبعا. لا انا بدي اجرب بايدي. بيقولوا لك اللي بيتعلم من تجربه الثاني فهو انسان محظوظ انه انا قدران اتعلم من غيري. صحيح صحيح. لا وفي ناس بيبقى عندها بتحب تجرب بايدها، بتقول لك بركي اذا انا عملتها طلعت معي النتيجه. صحيح. كله صح. كله وارد وكله صح، ما في شيء اسمه صح وخطا بالمطلق. نسبي هذا الموضوع، بس يعني انه كله مثل ما قلنا وارد. بس هدول الاشخاص الايجابيين قدموا كمان لو يكونوا شوي يفضلوا على المجتمع يكونوا ايجابيين زياده، رفيقه المتقاعد ياخذوا معه يعلموا معه. احيانا بنقعد بالكافيهات تلاقيهم هيك قاعدين عم يلعبوا شده ويضحكوا وينكتوا وكثير متفائل. تمام. عم تلاقيهم الصبح لابسين بوت رياضه هيك وعم يمشوا هيك بجننوا عن جد كثير حلوين. يعني شو هي قائمه التحضيرات اللي ممكن تنصحي فيها الشخص
المتقاعد؟ هلا نحن ما فينا اكيد كل اللي عم يسمعونا انا نقدر نجاوبهم، بس رح نعطي هيك نعطي اضاءات، كل واحد يحاول يفصل هالاضاءه على حاله، يشوف شو هي هوايته ويمارسها، واذا بيقدر هالهوايه يستثمرها بعمل يعود عليه بعائد مادي ليش لا يعني. ثاني شيء يفحص موضوع الوضع الصحي عنده، يعني احيانا نحن مفكرينه يكون اكتئاب بسبب التقاعد، هو اكتئاب بسبب ارتفاع الكوليسترول مثلا بيعمل اكتئاب، او بسبب نقص فيتامين معين او معدن معين مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم اذا نزلوا بيعملوا اكتئاب. نعم. هي الفتره اول شيء يعتني بصحته، يراقب حاله انه القصه اسبوعين شهرين، اذا مدت لسنه فهي بحاجه لزياره الطبيب. وكمان اللي حواليه، يعني اذا هو ما كان عنده وعي لهذا الموضوع اللي حواليه يكونوا لانه بالنهايه شخص مريض بالبيت بيمرض البيت كلياته، شخص تعبان بالبيت بيتعب البيت كلياته، ما بالضروره هو ينهي حياته، يعني انا بصير بفيق متاخر لانه انا لا بتفيق بكير، واعمل شيء اعمل شيء، بلش اعتني بالشغلات الخربانه بالبيت اللي ما كنت فاضي اصلا تصلحها. الشغلات الخربانه اللي بتخربهم بزياده بستمسكهم انت، تماما يعني بتخرب بزياده تماما يا ريتها بتتصلح يعني. يعني لا في منهم والله للامانه بيطلع معهم شغلات جيده، بس يعني هي بالنهايه بس هي مرحله متعه، وبنرجع بنقول انت وقفت جانب واحد من حياتك، لكن بقيه الجوانب هي الموجوده، بس معناتها هو بيكتشف حاله انه هو ما كان اب جيد، ما كان زوج جيد، جد جيد، جار جيد، راعي لحديقه اللي جنب بيته، دائما بتحسين حتى باوروبا بتلاقي هو ما حدا بيعطيه مصاري، بس تلاقي في بحره قدام بيته عموميه بينظفها وبيعتني فيها وعاملها مهمته، في جنينه، في شجره، الى تماما تماما الاروع مع الاحفاد بشكل دائم. اي يعني دائما في شيء نعمله صحيح. نقدم فيه احسان لغيرنا واحسان لانفسنا وفائده، ونشعر نستعيد قيمه ذاتنا، انه انا يمكن انا كنت عم بشتغل لاخذ مصاري، بس انا هلا عم بشتغل للقيمة الذاتية بس. صحيح. يعني الله يخلي لنا أهالينا وكل الأشخاص اللي لساتهم على رأس عملهم ويعطيهم الصحة والعافية. شكرا كثير لك وعلى كل المعلومات الحلوة اللي أعطيتنا إياها. شكرا كثير.